هذه القوارير في كل مكان موجودة. يعني القصد من هذا الفيديو ليس التمثيل، يعني فعلا أنا لكل شجرة حاط قارورة من الماء. طبعا الحين في الصيف ينشف لان الطيور يشربون الماء. يعني في فائدتين، هذه الفائدة الاولى ان الهوز ما يتحرك، الفائدة الاولى. الفائدة الثانية الهوز ما يحفر الماء. الفائدة الثالثة ما يتحرك، انت تخليه وتروح ويتحرك يطلع مكان ثاني او يطلع برا من محور الشجرة. والفائدة الرابعة حق الطيور وغير ذلك. وشكرا.